في البدء كان الهتاف عيش، حرية، عدالة اجتماعية، من الأزقة إلى الشوارع إلى الميادين، عيش، حرية، عدالة اجتماعية. منذ بدء الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية المصرية رسميا، شرعت وسائل الإعلام بمختلف أنواعها في التركيز على المرشحين المتنافسين في السباق الانتخابي، المشير عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي. وكان للقنوات الفضائية نصيب الأسد في متابعة نشاط المرشحين، حيث ركزت على متابعة نشاط المرشحين وجولاتهما الانتخابية ومؤتمراتهما الصحفية. صادق، مباشر، حازم، حاسم، ما بيمسكش عصاية من النص خالص. لا احنا مع حمدين ولا احنا ضد حمدين. احدهما يؤمن بان المرشح الاول لقيادة مصر عبد الفتاح السيسي هو من يستطيع تلبية ذلك الهتاف، بينما يؤمن الاخر بان المرشح الثاني حمدين صباحي هو من يستطيع. أما الصحف فقد اهتمت أيضا بمتابعة ورصد نشاط المرشحين، واحتلت أخبارهما عناوينها الرئيسية، كما أفرضت مساحات واسعة لهما في الصفحات الداخلية. التغطية العالمية للانتخابات الرئاسية في جريدة الشروق تتم طبقا لمعيار أساسي هو الموضوعية، ونقل كافة القصص والموضوعات التي تخص الحملتين، حملة السيسي وحملة صباحي، بطريقة موضوعية وأساسية وكاملة. لكننا نعاني أحيانا أن الموضوعات الواردة من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قليلة جدا وشحيحة، خصوصا في البداية الأولى للحملة. المطلوب من الإعلام يعني أن يتمتع بقدر متواضع من الحيدة، ومش هقدر أقول قدر كبير، لأن للأسف الناس حتى في تناولها بيغلب عليها ما بين التعاطف الشخصي وتناول الموضوع المهني. أنا تعجبت برضو بقدر إعجابي من لجنة المتابعة الإعلامية في حالة اكتشاف يعني خطأ إعلامي مهني كيف يتم التعامل معه. فالدكتور عادل رضا كان بيتكلم عن أن احنا سنفضح وسيلة الإعلام، أنا طبعا مش فاهم يعني إيه نفضح وسيلة الإعلام، وفي نفس الوقت أن قرارات هذه اللجنة غير ملزمة للجنة الانتخابات الرئاسية. وفي خضم هذا السباق الإعلامي المكثف لمتابعة نشاط المرشحين، وضعت لجنة تقييم الأداء الإعلامي لتغطية الانتخابات الرئاسية عدة معايير لتقييم أداء وسائل الإعلام، منها مراعاة تحقيق العدالة في استضافة المرشحين وعرض برامجهما الانتخابية بشكل يحمل الدقة والموضوعية. وأفاد أول تقرير أصدرته اللجنة مؤخرا أن محطات وقنوات اتحاد الإذاعة والتلفزيون اتسمت بالمهنية، في حين تفاوت التقييم بالنسبة للقنوات الخاصة، حيث أوضح التقرير أن بعضها لم يلتزم بمعايير الموضوعية والحيادية، وأن هناك تفاوتا أحيانا في أسلوب عرض صور المرشحين، بالإضافة إلى غياب الضوابط المهنية عند بعض مقدمي البرامج. مش متحيزة وبس، لا، هي في اتجاه واحد واتجاه صريح. يعني كإعلام لا، ما فيش أي تحيز خالص، لأن معروف البلد مين، مين اللي هو نفعها، مين اللي غرقها، مين اللي قال البلد عايزه راجل زي السيسي. متحيزه وخلاص، كل واحد مفروض رايح ببطاقته هينتخب ينتخب اللي هو عايز ينتخبه، انما الدعايه الاعلاميه دي والقنوات والكلام ده مفروض عيب، يعني كل واحد ليه رايه واحنا كلنا كبار. لا، متحيزه طبعا، متحيزه ما فيهاش حياديه، ومش متحيزه ولا حياديه ولا بتاع، هو راجل عشان طبعا انتوا عارفين ان هو مهدد، السيسي مهدد، فبيعمل حملته الانتخابيه في الاعلام. لا، مفيش متحيز لحد، مفيش يعني، هي في بعض القنوات حاليا متحيزه لحمدين صباحي. الاعلام لما بيحب يسلط الضوء على حاجه عايز ينجح حد بينجحه، ولما يحب يفشل حد بيفشله، حتى لو هو بيتصيد له اخطاء. يعني مثلا النظام اللي فات الاعلام حط النقط بتاعته او البؤر بتاعته على الغلطات. ده كان تغطية وسائل الإعلام المصرية وأيضا رأي الشارع المصري في هذه التغطية. خلوني أناقش الأمر بالتفصيل مع ضيفتنا العزيزة الدكتورة هويدا مصطفى، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، منورانا دكتور النهاردة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. تجربة جديدة على مصر كلها، يعني كمرشحين وكرأي عام وأيضا كوسائل إعلام، هل من الظلم
النقيص التغطية الإعلامية بنفس المقاييس اللي موجودة في دول متقدمة مارست هذه التجارب في مرات عديدة، ولا لابد أن نضع المعايير صحيحة من البداية؟ لا طبعا، احنا خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة، احنا طبعا لسه دولة يعني بتحدد ملامح ازاي تطبيق نظام ديمقراطي في مصر، واعتقد ان احنا يمكن الفترة اللي فاتت يعني مارسنا يعني هذا الدور، دخلنا في استفتاء على الدستور، من قبل كان عندنا انتخابات رئاسية بغض النظر كانت نتائجها بأي شكل، لكن في كل الأحوال احنا لسه بنمر بمرحلة تحول ديمقراطي، وبالتالي هتبقى في بعض ممكن العناصر اللي ما تبقاش مكتملة بالشكل الكامل اللي احنا بنشوفه ممكن في ديمقراطيات كثيرة، لكن احنا خلينا نقول وبشكل احنا لازم يعني برضو يعني نفخر به ان احنا عندنا في هذه التجربة أنا شايفة يعني فيها أركان عملية انتخابية يعني إلى حد كبير متكاملة وفيها تنافسية. يمكن إحنا كان دايما بيعيبنا أن إحنا بنتكلم أن ما فيش عملية التنافس المتكافئ والتنافس اللي هو فيه بيدي إيحاء أن إحنا عندنا زخم انتخابي والمواطن بيختار وفق يعني برامج وعندنا، لكن في هذه الانتخابات أنا شايفة أن يعني تقترب إلى حد كبير جدا من اكتمال العناصر الديمقراطية اللي هي ممكن تكون موجودة في دول كثيرة. طبعا ما فيش مسألة بتمر بدون معايير، يعني علشان أنا أقيم تجربة لازم يكون عندي قواعد معينة، أنا بشوف إلى أي مدى أنا اقتربت منها، إلى أي مدى كانت بعيدة عني، لو أنا ما حققتهاش بشكل كامل لكن على الأقل بيكون اكتست يعني جزء منها، وأعتقد أن احنا ماشيين في هذا الطريق. طيب في الاستحقاق اللي فات اللي هو الاستفتاء على الدستور كان في لوم كبير جدا من وسائل الإعلام الغربية ومن عدد من منظمات حقوق الإنسان في الخارج أن كانت وسائل الإعلام ماشية في اتجاه واحد، أنه لابد أن تقولوا نعم لهذا الدستور. هل احنا كممارسين لهذه المهنة تداركنا بصفة عامة هذا الخطأ وأصبحنا نتحدث عن المشاركة دون أن تكون لشخص بعينه؟ طبعا احنا تداركنا ده كثيرا، لأن فعلا كان على الرغم أن احنا كلنا كنا طبعا عندنا زهو وعندنا حافز ويعني متحمسين جدا لإقرار الدستور، وكان جزء منه علشان عايزين الأوضاع تستقر، لكن كان خلينا نعترف أن كانت كل يعني معظم وسائل الإعلام كان بتتجه في اتجاه اللي هو التدعيم، وممكن أن احنا نبرر ده على أساس أن احنا كان كثير مننا بيرى أن فكرة الموافقة على الدستور دي فيها جزء من الاستقرار، لأنك ما فصلتيش إعلاميا بين الاتجاهين بين مفهوم الاستقرار وما بين مفهوم نعم، وده كانت موجودة يعني ما في كثير من الشعارات الإعلامية وكثير من الممارسات الإعلامية، لكن أنا يعني يعني في هذه التجربة بالتحديد أعتقد أن احنا يعني اقتربنا كثيرا من فكرة الموضوعية ومن فكرة تحقيق التوازن ومن فكرة انه حتى يعني لما نيجي نتكلم على الاعلام الخاص، يعني خلينا نتكلم كل صراحة، بيقولوا ان الاعلام الخاص من حقه طبعا ان هو يتحيز من ان هو يكون وده يعني مقول، يعني كتير من الاعلاميين حتى في قنوات خاصة قالوا احنا بتطالبونا ليه بمعايير، لا ده المفروض اعلام الخاص وده رأيي والناس وده رأيي يعني وده واقع على فكرة، لانه الاعلام الخاص اكيد مش هتحاسبيه بنفس معايير ومقاييس الإعلام الدولة، لكن خلينا نقول في مجمل يعني الملاحظات أنا شايفة أن كتير من قنوات حتى الخاصة اقتربت بشكل كبير جدا ومهني. ليه؟ لأن احنا هنا بنتكلم على مهنية بغض النظر بقى عن توجهاتك وتأييدك لمرشح معين، يعني خلينا نقول حتى في التقرير الأول كان في كتير من القنوات يعني الخاصة كانت مدرجة ضمن القنوات اللي التزمت قدر كبير من التوازن الموضوعي. طبعا انا مش عايز اقول عشان ما يقولوش بالجامد، مش عايز اقول كمان ان البرنامج في قنوات عديده في قنوات، وبالعكس انا يعني تابعت حتى ممارسات يعني حتى وانا منتظره دلوقتي يعني شايفه انه في حرص كبير جدا ان حتى عند عرض مثلا فيديو لمرشح معين عرضته فيديو للمرشح الاخر، وده هو اللي مطلوب، يعني حتى انا قد انحاز كمحطه خاصه لكن ده لا يعني ما يدفعنيش ان انا اتنازل عن معايير المهنيه اللي بتطالب على الاقل بالتوازن، على الاقل انه ما يبقاش في انتهاك لمثلا خصوصيه مرشح او ان انا اتناوله بشكل غير يعني
او بشكل سلبي او ان انا اغيبه أو تماما او ان انا يعني اسيء يعني اسيء ليه او اسيء لحملته او اسيء ليه يعني كلها معايير يعني خلينا بنتكلم على مهنه المهنه يعني واي مهنه في العالم طبعا لازم يكون ليها ضوابط وليها معايير لكن الانحيازات شيء والاهتمام يعني بالالتزام بالمعايير المهنيه ده شيء مهم جدا. حضراتكم في اللجنه لما اشرتوا الى ان هناك نماذج نجحت وقدمت نموذجا مشرفا كان البعض ينتظر من حضراتكم ايضا ان تعلنوا ان هناك نماذج اخرى لم تلتزم بهذه المعايير حتى يمكن ان يكون هذا بالمثل البسيط رساله رادعه اننا نرفض كاساتذه ومتخصصين في الاعلام هذه الممارسات حتى ولو كانت فرديه. طيب بصي المسألة فيها قدر من يعني ان عمل اللجنة ما هوش يعني ان احنا عايزين نتصيد اخطاء او ان احنا نعاقب او يعني المفهوم هو اعمق من كده هو اللجنة اسمها رصد ومتابعة وتقويم بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا يعني حبينا خصوصا في التقرير الاول ان الصورة العامة والمؤشرات العامة بتدل انه لا في تجارب نماذج ايجابية جدا والنماذج دي قدمت حتى بقى باختلاف يعني كان المتوقع ان يكون الاعلام الرسمي فقط هو المتوازن لا كان فعلا متوازن وكانت محطات خاصة كثيرة ايضا اهتمت بالمعايير الموضوعية والاعلامية وكانت ايضا محايدة او كانت على الاقل موضوعية طبعا في تجاوزات دي طبعا تم رصدها حتى في التقرير الاولاني في تجاوزات موجوده ايضا في التقرير الثاني لكن فكره انه يعني مجرد ان انا يعني التجاوزات هنا كمان في اليه موجوده في اللجنه انه قبل حتى النشر والاذاعه النتائج بيبقى في مخاطبه لما بتكون حاجه فعلا تعتبر يعني تجاوز كبير فجاه حاجه يعني فبيكون في مخاطبه لان الهدف هو مساله ان احنا عايزين نمر ان نوضح ان احنا عندنا تجربه ديمقراطيه جيده مش يعني انا سمعت الاستاذ جمال الدين في الشروق جمال الدين عماد الدين حسين اسفه كان بيقول انه رئيس اللجنه قال احنا يعني هنفضح لا ما يعني هو ما كانش بهذا المنطق اطلاقا ومش بمنطق الفتح لا حتى ان احنا يعني بنعترف ان كتير من اللي تم الاتصال بيهم من قنوات كانت متجاوزه في برامج معينه او في اشياء معينه تجاوبت وفقت الله يعني ليه لانه يعني انا شايفه ان في حرص حتى لو هم بيعلنوا انحيازاتهم هم من منطقهم بيروا انه ان الانحياز ده هو لصالح الوطن او للمصلحه الوطنيه المصلحه العامه من وجهه نظر فده مقدر يعني ده مقدر من حتى كلجنه او كخبراء مقدرين ده لكن احنا بنتكلم على الاداء على الاسلوب على ان ده ما يفقدنيش مهنيتي ما يخلينيش استخدم الفاظ وعبارات غير لائقه صحيح. فهي مسألة مش مسألة ان احنا يعني وبعدين احنا في النهاية ما عندناش سلطة العقاب يعني هي مجرد ان يعني تصحيح للاداء ما انا عايزه اسال حضرتك على هذه المساله حتى لما تم وضع خريطه الطريق اللي احنا ماشيين عليها عملنا الدستور وعملنا ان شاء الله نعمل انتخابات رئاسيه كان من ضمنها ايضا يا دكتور ميثاق الشرف الاعلامي أيوة. الى الان هذا الموضوع هو عنوان رئيسي ومحدش فاهم هو مين اللي هيحط ميثاق الشرف الاعلامي هو مين هيقول ان هذا ملتزم بميثاق الشرف الاعلامي وان هذا مخالف له من سيتعامل مع هذا المخالف وهي ما هي الاليات التي سيتعامل به من خلاله لان احنا احيانا حتى وفقا لتقديرات خارجيه نشهد حاله من الانفلات الاعلامي طبعا خلينا نعترف ان احنا عندنا برضو تجاوزات اعلاميه وانقسام يعني كبير وشاهدوا الاعلام وحاله الانقسام السياسي كانت منعكسه بدرجه كبيره جدا على الاداء الاعلامي اكيد كله بيتطلب ان يكون فيه فعلا ميثاق شرف لكن ميثاق الشرف ان هو اذا يعني هو في كل دول العالم هو ميثاق طوعي يعني برضو خلينا نقول إذا ما أنت يعني ما عندكيش الالتزام الذاتي أو الرغبة الذاتية في أنه يكون في التزام بهذا الميثاق ما فيش يعني حاليا ما فيش جهة هتقدر يعني تفرض عليكي التزام معين عشان كده بيقولوا إيه بقى علشان نقدر نحل هذه الإشكالية حاليا
في غياب نقابة، ما عندكيش نقابة إعلامية، في غياب هناك محاولات الآن في غياب هيئة أو مجلس أو زي ما بيحدث بره بيبقى في مجالس إعلامية أو صحفية، ما عندكيش. فالآلية أن يكون الإعلاميين هم، عشان كده دايما لما بتبدو أو بتظهر أي مبادرات لفرض ميثاق شرف دون أن يكون من الإعلاميين هم بأنفسهم اللي متوافقين عليه أو هم اللي وضعوه أو على الأقل شاركوا في وضعه، طبعا ما تقدريش تلزميهم، لانه في الاول وفي الاخر هو التزام طوعي وذاتي، انا عايزه اكون مهنيه فلازم يكون انا ده نابع من ضميري. يعني انا هقف عند تجربه معينه الحقيقه اهتميت بيها، ان في يعني سمعه كبيره جدا لهيئه الاذاعه البريطانيه البي بي سي، فانا لما شفت هم بيشتغلوا ازاي لقيتهم ان هم عندهم يعني اشبه بقواعد عامه هم وطنا داخل المؤسسه، وهناك رقابه داخليه من داخل الهيئه نفسها لهذا المذيع ولهذه المذيعه، هل يلتزم بهذه الضوابط، واذا وجدوا انه لا يلتزم يتم العقاب على اساس هذا الامر. هل معنى ذلك ان كل نفترض مثلا قناه دريم، يبقى قناه دريم جواها مبادئ معينه او قواعد للمهنيه ويتم المحاسبه من الداخل، طيب ايه اللي يضمن ان في النهايه كل قناه هتعمل ده؟ ما احنا في مراحل زي ما حضرتك تفضلتي للتطور جديد علينا. صحيح، انا معاكي. هو كل محطه من يعني ده المفترض، يعني القاعده العامه ان كل محطه ليها، زي ما كل جورنال ليه سياسته التحريريه، كل محطه ليها برضو اللي هي المدونه السلوكيه بتاعتها والاخلاقيه والمهنيه اللي هي بتحدد العمل بتاعها، واللي انت طبعا مش كل المفترض احنا بنتكلم على ده، والمفترض انه كمان يعني لا تلتحق باي محطه زي ما بيحصل، احنا بنتكلم على اللي موجود في كل الدول، الا اذا عرفتي يعني السياسه او الخط المهني بتاع الوسيله بتاعتك بتقول ايه، عشان تعرفي كمان ايه مسؤولياتك وايه حقوقك كمان، يعني هتمشي مع الخط ده ولا مش هتمشي ولا لا، لان يعني من الممكن انت لو اخذتي انحيازاتك الخاصه وحاولتي تبينيها دون ان تكون هذه هي سياسة المحطة، فمن حقها ان هي تستغني عنك لان انت خرجتي عن هذه السياسة. ده اللي هو اللي موجود في الدول العالم. مين بيحمي ده؟ اولا اللي بيحميه ان انت عندك كيانات اكبر، يعني عندك في مثلا وده اللي هو يعني المفروض ان هو موجود في الدستور اللي احنا بنتمنى بالفعل علشان حل هذه المعضله اللي احنا مش قادرين نوصل انه يبقى عندنا نتوافق على ميثاق شرف ويتم الالتزام به، ان يكون عندك هيئه، بس الهيئه دي تكون مستقله بالفعل، تكون ممثل فيها كل الوسائل الاعلام المسموعه والمرئيه، يعني الاعلام الخاص والاعلام الدوله، ويعني كل اللي هي الأنماط الإعلامية، بحيث إن هي اللي بتضع هذه الضوابط، تضع هذه القواعد، وهي بقى اللي بيكون عندها آليات المحاسبة. كل طرف من الطرفين الرئيسيين في سباق الرئاسة، يعني ممكن حمد حمدين صباحي تطلع وطلعت بالفعل ببيانات تقول أن هناك تشويه متعمد لمرشحنا، وأن هناك قنوات بعينها كانت تهاجمه وكانت تستخدم أساليب غير لائقة. في الناحية الأخرى كان في ناس بتقول لا والله ده وسائل الإعلام منحازة للسيد حمدين صباحي أكتر من المشير عبد الفتاح السيسي، وإحنا بنعمل في المطبخ كده هذه الأخبار بنبقى أمام معضلة كبيرة. يعني ممكن السيد حمدين صباحي أحيانا كتير يبقى ليه نشاط وخروج وجولات في مقابل نشاط محدود مثلا في بعض الأحيان لحملة المشير عبد الفتاح السيسي، ما هنا لو بالموضوعية والحياد لو نقعد قدام حضرتك رشا، لو زعت ثلاثة هنا تزيع ثلاثة هنا، هذه المسألة من الناحية العملية صعبة. على فكره احنا كلجنه اتهمنا ان احنا بندعم حمدين صباح. طب كويس عكس ما كان يعني مطابق، لانه هي برضو في نقطه ان الحمله منذ ان بدات حمله حمدين هي يعني بتعمل، وده جزء على فكره من الدعايه اللي برضو الانتخابيه ان هو انا يعني بابرز نفسي ان انا يعني لا احصل على كل الفرص المتكافئه، يعني دي برضو استراتيجيه واخدها الحمله. لكن خلينا بقى نتكلم في مش في الحمله بقى، في الاعلام. طبعا يعني هي المساله مش مساله ان يعني بالمسطره كده هقول هنا خبر يبقى هنا خبر هنا، طبعا بحكم ان في نشاط ممكن يكون حمله، يعني ممكن يكون مرشح بيتحرك اكثر بيبقى عنده انشطه مختلفه، كل اللي مطلوب ان هو يكون في قدر من التوازن. يعني انا ما ينفعش ان انا اجيب مثلا يعني في احد يعني في بدايات الحمله، فكان من ضمن ملاحظات اعلاميه انه احنا كمان اللي هو شريط الاخبار ده
ده برضو بيتم يعني النظر ليه يعني. كان في لا كل حاجه يعني تحصل والاعلانات كمان في الاعلانات اللي هي هو ده من ضمن يعني المعايير. وفي بعض الاعلانات كان في بعض عليها ملاحظات يعني. هذا الشريط حتى يعني لاحظت مثلا في يوم ان في اخبار كتيره جدا لمرشح واحد وتقريبا وصلت ل 16 خبر بما فيهم اخبار وجمل وتصريحات. فده طبعا برضو يعني خلينا نتكلم ان احنا نكون في توازن يعني. انا لو لقيت اخبار كده كلميني يا فندم ولا ده صعب ان حضرتك تقول لنا كلميني 16 خبر على حساب المرشح الاخر. لا ده كان في قناه اخباريه يعني كان قد يكون لانه ما زي ما انت بتقولي لصالح السيد عبد الفتاح السيسي. لا كان لصالح عبد الفتاح السيسي المرشح عبد الفتاح. يمكن يكون عقب لقاءاته الاعلاميه يعني هو عمل لقاءين ممكن فانا يعني برضو بنحاول ان احنا نكون متوازنين يعني. اذا هنا في اخبار كتيره لكن انا برضو ممكن اعالج ده بفعاليات كانت معموله في يعني حمله المرشح الاخر بقدر من التوازن. لكن هي مش معناته ان انا يعني هقيسها بقى بخبر بخبر لا. يبقى الاجمالي الاداء الاعلامي بتاع يعني المحطه او البرنامج خلينا نتكلم على البرنامج يكون في قدر من التوازن. واحنا في كتير يعني مثلا في بيقولوا هيعملوا حوار مع مرشح معين بينوهوا ان هم هيحصل حوار مع المرشح الاخر يعني. ده مش هتكلف المحطه حاجه غير ان هي مجرد بتعلن ان هي بتتعامل بشكل الى حد كبير متوازن وموضوعي. مره احد الزملاء قال لي اصل بصي حكايه الحياد دي هتخلي الطبخة كده ملهاش طعم يعني. ما هو لازم يبقى فيه شوية حاجات حاجات كده تدي للطبخة معنى دون أن تخل بأي حاجة. هل ده مسموح في تغطية سباق رئاسي مثلا يعني؟ لو مسموح في الأحوال العادية مسموح بيه في انتخابات في تغطية انتخابات رئاسية؟ هو ممكن يحدث لأنه ده يعني اللي بيعمل اللي بيشتغل لازم حقيقة يخطئ مش كده. في أخطاء بتبقى طبيعية وممكن يعني تعدي بشكل عادي. لكن في بقى إذا أنا بعمل ده وأنا بشكل مقصود أو بشكل إن أنا أجيب مثلا يعني خدي مثلا أمثلة عن نتائج استطلاعات رأي مثلا. احنا عندنا مشكلة خطيرة برضو يعني دي ممكن توظف بشكل معين. اللي بنتكلم عليه هنا هو سوء القصد أو سوء النية أو إن أنا أستغل أخبار معينة أو أستغل معلومات معينة. يعني كتير مثلا يتقال إنه النتائج كلها بالاستطلاعات بتشير إلى تفوق المرشح الفلاني أو ارتفاع الشعبية وانخفاض شعبية مرشح آخر. كأنه من تأثير على توجهات الرأي العام اللي هيروح. طبعا دي فيها نوع من التوجيه يعني. حتى اللجنة بتقول في ضمن المعايير إنه لا يتم عرض أي يعني نتائج استطلاعات إلا لغاية قبل الانتخابات بخمس أيام وبيكون بشروط معينة شروط محددة يعني للاستطلاعات. طيب وإحنا النهاردة عندنا أخبار أو تصريحات للمرشحين لما يطلع مرشح مثلا ويقول إن الديمقراطية ودعم المجتمع الأوروبي أو دول الأوروبية للديمقراطية في مصر لا يكون فقط من خلال الحديث عن الديمقراطية ولكن يكون من خلال الاهتمام بالتعليم والاقتصاد والعشوائيات ولازم يسهلوا لنا ان ابناء الدول اللي بتعاني من مساله عدم وجود ديمقراطيه يتعلموا بره كويس ويطلع حد يقول والله الراجل ده بيفكر زي محمد علي كده. هذا انحياز لهذا المرشح اكيد طبعا يعني. لما تقصدي حد من الضيوف ولا الاعلامي ولا هو الإعلامي طبعا المفروض أنه ما يعلنش عن تحيزاته يعني بشكل صحيح. حينما يشبه مثلا أن فكر هذا الرجل يسير في هذا الاتجاه ده يمثل موقف؟ طبعا يمثل موقف لأنك بتستدعي تجربة هي في ذهن المصريين أنه هو دي التجربة الناجحة التجربة اللي عدت بمصر في مرحلة معينة ونقلتها من حال إلى حال. فده معناته انه يعني في تدعيم ل يعني هذا المرشح او فكره او برنامجه وان هو ده اللي فيه التطور او يعني لمصر. فطبعا ده بيبقى بشكل غير مباشر في توجيه انه هو ده الاتجاه الصح يعني الصح. زي برضو استدعاء يعني انه ان ده مرشح معين استدعاء لفتره مثلا كان فيها تطور في التعليم كان فيها استدعاء لفتره مثلا النصرية اللي كان فيها بعض الانحيازات للشعب. كل دي حاجات ممكن طبعا بشكل غير مباشر بتبقى فيها نوع من التوجيه الإعلامي يعني. احنا نقول اللي هم قالوه نسكت يعني ونسكت لفترة الى ان يتم فترة الصمت هتبقى طويلة قوي عندكم يعني.
دكتورة وايدة مصطفى أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، نورتينا النهاردة. أنا أشكر حضرتك. بعد الفاصل إن شاء الله هيكون معانا في حوار خاص دكتور هاني سري الدين، هنقف معاه عند معالجة المشير عبد الفتاح السيسي ورؤية المشير عبد الفتاح السيسي للتحدي الاقتصادي الذي نواجهه الآن، كيف يفكر الرجل في التعامل مع هذا الأمر، عشان الدكتورة هويدا ما تفهمنيش غلط، الأسبوع اللي فات كان معانا معالجة البرنامج الاقتصادي للسيد حمدين صباحي الدكتور هاني سري الدين في حوار خاص لمصر في يوم بعد الفاصل.